بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هل أنتم راضون عن واقعكم؟ الحقيقة إذا سأل أحدنا هذا السؤال نفسه وقال هل أنا راض عن عملي؟ هل راض عن واقعي؟ هل راض عن الوضع من حولي؟ هل راض عن البيئة من حولي؟ هل أنا راض عن رزقي؟ هل أنا راض عن الظروف التي حولي أو الظروف التي قدرت لي؟ لو سألنا هذا السؤال للناس، معظم الناس يجيب أنه غير راضي عن واقعه الذي يعيشه. إما يكون لديه عدم رضا عن الرزق أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو الجار أو الأقارب أو غير ذلك. كيف نبدد هذه الظاهرة ونحصل على الرضا؟ لأن معظم الأمراض النفسية أيها الأحبة سببها عدم الرضا. الاكتئاب سببه عدم الرضا عن الواقع، القلق سببه عدم الرضا والخوف من المستقبل وعدم الرضا عما أنت فيه. معظم الأمراض النفسية تعالج بالرضا فقط. طب كيف نرضى؟ كيف نرضى أيها الأحبة؟ أولا يجب أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى قدر علينا كل شيء لمصلحتنا. فالرزق القليل مقدر عليك لمصلحتك، أو الرزق الكثير، الظرف الذي أنت فيه من مرض، من أي نوع من أنواع البلاء، هو لمصلحتك، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. شيء ثاني أيها الأحبة، الله عز وجل أعطانا طريقة للرضا، علم حبيبه عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة. قال سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نحن الآن يعني قبيل طلوع الشمس بقليل، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. ماذا ما هي النتيجة؟ ماذا يحدث إذا سبحت الله في الليل والنهار وقبيل طلوع الشمس وقبيل غروبها ومن آناء الليل، يعني أجزاء طويلة من الليل وأطراف النهار، في كل لحظة أسبح الله، ما الذي يحدث؟ قال تعالى لعلك ترضى. إذن الرضا له علاقة مباشرة بالتسبيح أيها الأحبة. فكأن هذا الإله العظيم يريد أن يقول لك كلما قلت سبحان الله هناك شيء يحدث في خلايا جسدنا لا ندركه أيها الأحبة، هناك شفرة معينة تدخل مع التسبيح إلى خلايا دماغنا وخلايا القلب، تحدث لك راحة نفسية واطمئنان واقتناع بالواقع، لأن عدم القناعة يولد عدم الرضا. فكأنك عندما تقول سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ أي تنزه الله عن الخطأ، تعالى الله أن يخطئ، الرزق الذي حدده الله لي هو الصواب، الوضع الذي اختاره الله لي هو الخير، لأن الله لا يخطئ. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في اليوم، في يوم واحد كل يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا يوم لقائه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.